السيد الأستاذ الجليل النقيب العام رئيس اتحاد المحامين العرب، الزملاء الأعزاء أعضاء مجلس النقابة العامة وأعضاء المجالس الفرعية والنقباء الفرعيين، شيوخنا وأساتذتنا ورموزنا وروادنا الأوائل، أبنائي وبناتي شباب المحامين، لعله من حسن الطالع أن نلتقي اليوم في المؤتمر الأول لشباب المحامين، تلك الخطوة التي ربما تأخرت كثيرا في أن نعقد مؤتمرا ولقاء مفتوحا تتسع فيه الآفاق وتتسع فيه الصدور لنتحمل كل الآراء وكل الأفكار وكل الأطروحات التي تصدر من جيل هو في الحقيقة مظلوم، هو في الحقيقة يدفع فاتورة فساد طويل في النظم التي كانت تعيش فيها مصر خلال سنوات طويلة، جيل يدفع فاتورة تعليم مترهل حين يتخرج من كلية الحقوق أو من غيرها من الكليات وقد انعدمت لديه كل سبل العلم والتعلم، جيل يدفع فاتورة تحول مصر وفاتورة الإرهاب وفاتورة التحول الاقتصادي، ثم ما لبس أن يقف بين كل هذا وذاك أمام نقابة المحامين لعلها تعيد إليه ما افتقده على مدار سنوات طوال. نعلم أن الحمل ثقيل ونعلم أن المسؤولية عظيمة، لكن الخطوة ينبغي أن تبدأ، ينبغي أن تبدأ تصحيح مسار النقابة وتصحيح العلاقة فيما بين شباب المحامين وشيوخها، بين نقابة المحامين وبين أبنائها الشباب. سمعنا اليوم على مدار ساعتين إلى أنات من شباب يئن بالمشاكل الكبرى والكسرى، سواء فيما يتعلق بعلاقة المحامي بنقابة المحامين أو فيما يرتبط برؤية الشباب لمستقبل نقابة المحامين. يسوغ بعض الشباب الذين انتخبناهم أو انتخبتهم اللجان التي سارعت بالمناقشات إلى بذل التوصيات، وأظن أن في كلمة الأستاذ علاء علام عضو مجلس النقابة عن الشباب ما حمل الكثير من هذه المطالب المتعددة. أعلم يا سعادة النقيب أن وجودكم اليوم تأكيد على أن هذه المطالب مشروعة، وعلى أن الصوت مسموع، وعلى أن الأنة التي صدرت من أبنائك قد اتصلت إلى صدرك وقلبك، وإلا فما كنت هنا بيننا اليوم. وأعلم أيضا أن المعركة التي بدأتها وتحملت فيها السهام هي معركة مصيرية لنقابة المحامين، هي معركة تنقية الجداول، هي معركة الوقوف بصدور عارية في مواجهة هؤلاء الذين أفرزتهم أو أفرزهم التعليم الفاشل في الدولة من أبناء التعليم المفتوح، الذين أرادوا أن يقتحموا نقابة المحامين وأن يخربوا نقابة المحامين وأن يستفيدوا من نقابة المحامين. كان لهذا المجلس، إن كان لهذا المجلس من فضل أن يقف في مواجهة هذه الهجمة الشرسة، فكفاه أن يقف في مواجهتها وأن يتحمل كل ما تحمله في سبيلها. نعلم يا سعادة النقيب أننا نبني مبنيا جديدا لنقابة المحامين يليق بالمحاماة وبأبنائها، ونعلم أيضا أن بناء الإنسان وبناء المحامي هو الأولوية الأولى التي تنتصر لها وتنتفض لها مجلس نقابة المحامين. إحنا معنيين أن نقدم لشبابنا ولشيوخنا هذا الشكر العظيم لما قدموه على مدار تاريخ طويل في العمل في مجال العمل بمهنة المحاماة. إحنا اخترنا النهاردة
10 زملاء من كل جزئية من كل محكمة جزئية بأقدمية القيد. كان المعيار في الاختيار هو أقدمية القيد للزملاء الذين اخترناهم لتكريمهم اليوم. هم النهاردة الحاضر منهم جايين نقول له احنا متشكرين على ادائك والدور الكبير الذي قمت به. جايين نقول لشباب المحامين هؤلاء هم الرموز الذين ينبغي ان نتعلم منهم. جايين نقول للشيوخ هؤلاء هم ابنائكم فواجب الرعايه والعنايه بابنائكم واجب وفرض عين على كل واحد في حضراتكم. اليوم بنلتقي لتكريم هؤلاء الشيوخ لتكرمهم ولنقول لهم شكرا على ما قدمتموه طوال السنوات الطويله التي مضت. منهم رموز ليست على مستوى نقابة المحامين في المنوفية، الأستاذ الجليل حمدي أنديم الشقيق الأكبر للقيم الأستاذ كمال أنديم الغائب اليوم لسفره، هو من أقدم الناس قيدا على مستوى جمهورية مصر العربية. السيد الأستاذ الجليل عمي وأخونا الكبير ووالدنا وأستاذنا الأستاذ فوزي أحمد السخاوي النقيب وأمين صندوق نقابة المحامين في الستينات وأحد رموز نقابة المحامين في مصر كلها. هذه النقابة التي أنجبت رموز عظيمة احتلت مواقع مرموقة في الدولة كلها. جئنا اليوم لنقدمهم إليكم لأن بعضا من شبابنا لا يعرف شيوخه. هؤلاء هم شيوخنا وأساتذتنا ورموزنا العظيمة. نقول لكم في النهاية حللتم أهلا ومرحبا بكم في نقابة المحامين بالمنوفية وشكرا ودا ودنتم من نقابة المحامين وعشتم لها. شكرا.